ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة سنة أولى هنتكلم عن رمز عملية جديدة. طبعا احنا خدنا قبل كده عملية الجمع، قلنا إن عملية الجمع كان رمزها إيه؟ برافو عليكم، إزاي؟ وكانت إزاي؟ شرطة نايمة وإيه؟ وعليها شرطة واقفة. طيب النهاردة هناخد عملية جديدة وليها رمز جديد. النهاردة هناخد استخدام رمز عملية الطرح. ورمز عملية الطرح اللي هو بنرمز له بناقص، ناقص دي اللي هي شرطة نايمة على السطر الجديد اسمها ناقص، اسمها ايه؟ ناقص. بص معايا كده هنا بيقول لي ايه؟ اشترت فاطمة خمس بالونات طار منها اثنان. بص معايا كويس، اشترت فاطمة كم بالونة؟ خمس بالونات طار منها اثنان. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ اكمل عدد البالونات كلها. هو عايز مني اعرف عدد البالونات اللي كانت مع فاطمة كام كلها. بصوا معايا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يبقى معايا كام بالونة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمس بالونات، يبقى عدد البالونات كلها خمسة. طيب عدد البالونات التي طارت، عايز يعرف عدد البالونات التي طارت. تعالوا عدوا معايا كده البالونات التي طارت. ها، واحد اثنان، يبقى عدد البالونات التي طارت كام؟ اثنان. طيب عدد البالونات المتبقية، هي كان معاها كام بالونة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. طيب وطار منهم كام؟ واحد اثنان. طيب عدد البالونات المتبقية، بصوا معايا، واحد اثنان ثلاثة. طيب هنا بقى عايزني استخدم رمز عملية الطرح الجديد اللي احنا اخدناه، اللي هو خمسة، اللي هو العدد البالونات كلها، العدد الكبير ناقص، ده رمز عملية الطرح اللي احنا استخدمناه النهاردة العملية الجديدة. اثنان، الاثنان ده عدد البالونات التي طارت، تمام. وتقرأ خمسة ناقص اثنان. تاني، خمسة دي العدد الكلي، عدد البالونات كلها، ناقص اللي هي رمز عملية الطرح الجديد اثنان، اللي هو العدد الذي طار منها. طيب هنا بس قولي معايا اكمل، وجايب لي عدد من الزجاجات، وهي عايزني اعرف عدد الزجاجات التي سقطت منهم. بصوا معايا كده، انا بقول لي ايه؟ عدد الزجاجات كلها، عدوا معايا كده، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يبقى انا معايا كام زجاجة؟ خمس زجاجات. طيب عدد الزجاجات التي سقطت، عدد الزجاجات التي سقطت، عدوا معايا، واحد اثنان ثلاثة، يبقى عدد الزجاجات التي سقطت ثلاثة. طيب عدد الزجاجات المتبقية، عدد الزجاجات المتبقية معايا، بصوا، واحد اثنان، يبقى معايا عدد الزجاجات المتبقية كام؟ برافو عليكم، اثنان. اذا انا لما اجي اكتب عدد الزجاجات كلها اللي هما خمس زجاجات، ده اللي هو العدد الكبير، ناقص اللي هو رمز عملية الطرح العملية الجديدة، ناقص يعني اللي اخدت منه او اللي سقط منه، ناقص ناقص كام؟ الثلاثة، الثلاثة اللي هما ايه؟ اللي سقطوا. والسلام عليكم ورحمة الله.